بدلت عملية طوفان الأقصى المعادلة الإقليمية في الشرق الأوسط، حيث أحدثت تموضعاً تاريخياً في الأولويات العربية، وأثارت علامات استفهام جوهرية حول تأثر مسار السلام العربي الإسرائيلي القائم بالمواجهة المشتعلة بين حماس وإسرائيل منذ 7 من تشرين الأول. اجتماع طارئ دعت إليه جامعة الدول العربية الأربعاء على مستوى وزراء الخارجية لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة، وذلك ضمن إطار دورة غير عادية بناء على طلب فلسطين لبحث سبل التحرك السياسي على المستوى العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي. موقف عربي موحد ليس بالتصريحات وإنما بإجراءات عملية على الأرض. تبدأ هذه الإجراءات عن طريق وقف أي تعاون مع الحكومة الإسرائيلية، الحكومات العربية التي تربطها علاقات بإسرائيل أو الحكومات التي التحقت بقطار التطبيع مؤخرا، لابد أن على الأقل تجمد هذا التطبيع. لا نطلب منهم مواقف عنترية، لا نطلب منهم مواقف هجومية، ولكن على الأقل مواقف الحد الأدنى من التعاطي مع ما يحدث في الجغرافيا السياسية العربية الآن بشكل عملي، بشكل منطقي، بشكل منهجي. أنت مهدد بتغيير الجغرافيا. في هذه الأثناء نقلت القناة 12 تهديدا إسرائيليا لمصر بضرب أي شاحنة تحمل المساعدات وتحاول الدخول إلى غزة من معبر رفح، وردا على تصريحات متحدث عسكري إسرائيلي نصح فيها الفلسطينيين الفارين من الضربات على غزة بالتوجه إلى مصر، أعلنت مصادر أمنية مصرية رفيعة المستوى أن هناك مخططا واضحا لخدمة أهداف الاحتلال الإسرائيلي القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية من سكانها. نتنياهو يريد إخلاء القطاع تماما من سكانه وتهجيرهم إلى مصر، يضرب البوابة الحدودية مع مصر، يعترض أو يهدد باعتراض الشاحنات الإغاثة القادمة من مصر. نتنياهو يحاول كثور جريح أن يفعل أي شيء وكل شيء في سبيل استعادة جزء من كرامته وجزء من هيبته المفقودة. لابد أن يتوقف نتنياهو عند حده الآن ويدرك أن هناك دول محيطة وجيران يستطيعون اتخاذ مواقف بعينها تستطيع أن تقف أمام كل هذه الجرائم الممنهجة التي يحاول اليمين الصهيوني أن يفلت من الضغط الداخلي عن طريق تصدير مشاكله إلى المحيط العربي المجاور الإسرائيلي. أمام التفاوت القائم في وتيرة المواقف العربية، تسعى الحركات الفلسطينية المقاتلة وحلفاء إيران من خلال هذه الجولة إلى فرض توازن رعب مع الإسرائيليين يرفع شروط التفاوض في المراحل المقبلة. ريكاردو شديا، قناة الجديد.